جامعة الحمدانية إحدى أهم جامعات الموصل في موقعها البديل الذي اتخذته بعد أن احتل داعش بنايتها الأصلية. استمر العمل فيها طيلة السنوات الماضية، حيث احتضنت جميع طلبتها الذين غادروا المدينة مع احتلال التنظيم الموصل. إحنا في جامعة الحمدانية حريصين جدا أن يكون هذا الشاب الطالب الجامعي هو قائد في المستقبل، الآن وفي المستقبل بعد التحرير. حقيقة عندنا برامج كثيرة، احنا نريد هؤلاء الطلاب هؤلاء الشباب ان يعني هم اللي يتولون مهمة البناء، مهمة الإعمار، مهمة يعني بناء هذا الوطن المفكك. هذه مهمة طبعا كبيرة جدا ملقاة على عاتقنا احنا كتدريسيين، ككادر إداري، ككادر تعليمي. احنا دائما نشاطاتنا كلها تنصب في هذا المجال، الإنسان أولا، الطالب أولا، ومن ثم كل شيء. هم راح يقودون حركة البناء في المستقبل. هؤلاء الطلبة يعبرون اليوم عن فرحهم بتحرير مدينتهم من احتلال داعش، وها هم يعدون العدة للعودة ثانية إلى الموصل، حيث أقاموا احتفالا كبيرا ضم فنونهم التي عبرت عن معاناتهم خلال سنوات احتلال داعش للمدينة. نحن فخورين بهكذا مهرجانات تقام، توحد، تعطي صورة واحدة للعراق دون انتماءات طائفية. كلنا نحن تحت خيمة واحدة اسمها العراق، وإن شاء الله سوف ننتصر بإرادتنا، بمحبتنا، برغبتنا على كل ظالم وكل من يسعى إلى خراب هذا البلد. حنين العودة إلى الموصل التي كان داعش قد احتلها بائن في أعين طلبتها الجامعيين وعلى فعالياتهم التي أقاموها، مؤكدين من خلال هذه النشاطات أن داعش لم يتمكن من زرع شرخ حاول كثيرا زرعه بين أبناء المدينة، وها هم يبعثون برسالتهم. احنا كطلاب نشوف يعني بنفسنا وبداخلنا انه نستطيع إعادة الحياة الى موصل عن طريق نشر افكار العلمية وإعادة الحياة ومحي افكار داعش في المجتمع، ونحن قادرين على هذا الشيء ان شاء الله بالعلم وبالوحدة، الوحدة الوطنية، إن شاء الله ننتصر على أفكار داعش وعلى داعش أيضا. شريحة الطلبة والشباب هي من ستقود الموصل إلى بر الأمان والسلام بعد سنوات من ظلم داعش وبعد الخراب الذي حل فيها. برغم كون المهمة لن تكون سهلة، لكن الإصرار الذي يبديه طلبة جامعة الحمدانية توشحت به رسالتهم الإنسانية والعلمية.